القهوة، الخبز، أول المطر وآخر الخريف، جميعها روائح تصنع ذكرياتك، يفنى الجميع وتبقى هي. هذه ليست قصيدة نثرية بل حقيقة علمية. يعتقد أن تاريخ العلاج العطري يعود إلى مصر القديمة، واستخدمه الكثير من العلماء فيما بعد. وعلى الرغم من ذلك، لطالما وسم بأنه ضرب من الخيال أو وسيلة للشعوذة، لكن الدراسات تثبت عكس ذلك. آخرها دراسة أجريت في بريطانيا استهدفت مشكلة فقدان الوظائف الإدراكية لدى كبار السن، ووجد الباحثون أن العلاج من خلال حاسة الشم قد يحسن القدرة الإدراكية، وتم اختبار ذلك على عدد من المشاركين الذين أظهروا تحسناً ملحوظاً بنسبة 226%. ولم لا؟ فالأمر بأكمله يعتمد على تحفيز الذاكرة الذي يعد جزءاً أساسياً من العملية المعرفية. يمكنك أن تختبر الأمر بنفسك بسهولة. رائحة الكتب الجديدة، نعم، تذكرك بأيام المدرسة. الأموال الورقية قد تستحضر أمامك أول راتب لمسته بيدك. رائحة طبخة منزلية تحبها ستعيد لذهنك صوت أمك. وحتى لو فقدناهم، لا شيء يضاهي رائحة الأحبة. فحاسة الشم وفق العلماء تستمر مع الإنسان في شيخوخته، وتبقى فترة أطول من حاستي السمع والبصر. يعني إن رحل الجميع وفقدت ذاكرتك، لن يبقى لك سوى أنفك. لذلك لا تستنشق الروائح وحسب، بل احفظها عن ظهر قلب.